خبر ايه؟ ده في اخبار زي الخبر ده كتير قوي بتنتشر ضمن ما يعرف بحرب الشائعات. مثلا الانجازات تلاقي محدش يبص عليها ولا يعرضوها في الاعلام، في اعلامهم المغرض. لكن لو في خبر واحد انتحر امام عربة المترو الدنيا كلها تتكلم عليه. أنا هنا مش بتكلم عن ظروف انتحاره وأسبابها، أنا هنا بتكلم عن الفكرة نفسها. أنا بتكلم عن فكرة الإعلام الأسود اللي بيحاول يشوف كل حاجة سودة وما بيشوفش الحاجة الحلوة. هو ده اللي بنتكلم عنه. حوادث الانتحار أكيد شيء مؤسف، وكان من فترة طويلة كان في حوادث انتحار أمام برج القاهرة، كانت موضة من البرج، وبعد كده حتى كان طلع نكت إن تذاكر البرج بقت عالية فبدأوا يروحوا المترو، لكن هو طبعا مش ده الحقيقي. هي الفكرة بس إحنا ليه الخبر السيء بينتشر بالسرعة دي والخبر الإيجابي بينتشر ببطء إن حتى انتشر؟ أنا معايا على الهاتف الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق عشان يكلمنا عن كتر الكلام عن الانتحار أمام مترو الأنفاق ونشوف سبب الكلام الكتير ده إيه. فإحنا نسأله ونعرف. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بستك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. أهلا بحضرتك. قول لي حياتك يا فندم، إيه موضوع أخبار الانتحار في المترو المتداولة كثيرا الأيام دي؟ لو حضرتك حالات الانتحار متواجدة في جميع دول العالم، يعني مش مترو أنفاق مصر بس هو الوحيد اللي بينتحروا فيه، لا هو متواجد في جميع دول العالم في حالات انتحار. يعني لو دخلنا على السوشيال ميديا بصيرة هنلاقي ان او تابعنا الموقف هنلاقي ان في حالات انتحار في كل الدول. ولكن اللي بيحصل عندنا ان حالات الانتحار هو بيبقى راكب مثله مثل اي راكب في المترو، بيدفع تذكره بينزل يقف على الرصيف وسط الركاب، القطار اثناء دخوله بسرعه معتاده اثناء دخول المحطه، فبيجري الراكب اللي هو المنتحر ده بيجري من وسط الركاب وبيركي نفسه امام القطار. وطبعا القطار بيكون بيدهسه او يكون لو هو بقى يعني في موظف الاسبوع الماضي حاول الانتحار والقطار ما دهسوش، دهس رجليه وبطر رجليه، ولكن هو على حسب القدر ساعتها. ولكن احنا بنتكلم بقى على التصريحات اللي اتنسبت اليا. اما ده السؤال بقى يا فندم، ده اللي كنت اسال حضرتك عليه، هل حضرتك قلت تصريحات بالفعل ولا تم تحريفها بعد ما حضرتك صرحت بيها؟ هو طبعا الكلام ده كان سليم؟ لا طبعا، هو حضرتك طبعا عارفه ان بعد كل حاله انتحار لما بيحدث حاله انتحار في اي محطه مترو طبعا بيتم تعطيل حركه القطارات بالكامل. طبعا لازم ما يكون في حد منتحر طبعا حركه القطارات بتقف عشان خاطر نرفع الجثه من على القضبان او نرفع المنتحر من على القضبان. أيوة. لازم الحركه تتوقف وفصل التيار الكهربائي بيحصل، فايه بتدي حوالي ربع ساعه حوالي تلت ساعه تاخير في القطارات. فطبعا كل الناس بتتساءل هو المترو عطلان ليه، هو في عطل في المترو طبعا اللي في المرج مش عارف ايه اللي بيحصل في حلوان، مزبوط. او اللي في الشوه ده مش عارف ايه اللي حصل في السادات، وكله راكب القطارات شاف القطارات كلها وقفت مره واحده فبدا ساله ايه اللي حصل. طبعا بيتردد بقى ان في عطل في المترو، فطبعا احنا بنطلع خبر ويبقى في صحفيين متواجدين في المحطه اللي فيها منتحرين. طبعا لازم نطلع في الخبر يا فندم. هو خبر لا ان القى شخص او موظف في الشركه المصريه للاتصالات نفسه امام القطار، يعني انت حاجه ان هو